بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم اجعلنا ممن يوافق ليلة القدر، واجعلنا من العتقاء من النار يا ذا الجلال والإكرام، والمسلمين والمسلمات وأهلنا وأولادنا. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر، وهي الليلة المباركة التي قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، في سورة الدخان. وهي ليلة القدر، وهي من شهر رمضان، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اللهم وفقنا لطاعتك، واغفر لنا يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى معظما لشأن ليلة القدر، أي هي الليلة ذات الشرف وذات الأمر العظيم التي اختصها بإنزال القرآن العظيم فيها، فقال عز وجل: وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. اللهم اجعلنا مما يوافقها ويتقبل منا يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن يوسف بن سعد قال: قام رجل إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما بعدما بايع معاوية، الحسن بن علي رضي الله عنهما بايع معاوية رضي الله عنه، فقال ذلك الرجل للحسن: سودت وجوه المؤمنين، أو يا مسود وجوه المؤمنين. فقال الحسن رضي الله عنه: لا تؤنبني، أي لا تعاتبني رحمك الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أري بني أمية على منبره فساءه ذلك، فنزلت: إنا أعطيناك الكوثر يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني نهرا في الجنة، ونزلت: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، يملكها بعدك بنو أمية يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال القاسم: فعددنا فإذا هي ألف شهر، لا تزيد يوما ولا تنقص يوما. ثم قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث غريب لا نعرفه
إلا من هذا الوجه، من حديث القاسم بن الفضل وهو ثقة، وثقه يحيى القطان وابن مهدي رحمهم الله، قال: وشيخه يوسف بن سعد، ويقال يوسف بن مازن رجل مجهول، أي لا يعرف هل هو ثقة أم لا، ولا نعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه، يعني في سنده راو لا يعرف. وقد روى هذا الحديث الحاكم رحمه الله في مستدركه من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف ابن مازن به، وقول الترمذي رحمه الله إن يوسف هذا مجهول فيه نظر، أي هذا القول فيه نظر، فإنه قد روى عنه جماعة منهم حماد بن سلمة وخالد الحذاء ويونس بن عبيد رحمهم الله، وقال فيه يحيى بن معين رحمه الله هو مشهور، وفي رواية عن ابن معين رحمه الله قال هو ثقة، ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن عيسى بن مازن كذا قال. وهذا يقتضي اضطراباً في هذا الحديث، والله أعلم. ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جداً، أي لا يصح، هذا الحديث لا يصح. قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي رحمه الله: هو حديث منكر، الحديث هذا لا يصح. قلت: وهو قول القاسم بن الفضل الحداني، إنه حسب مدة بني أمية فوجدها 1000 شهر لا تزيد يوما ولا تنقص، ليس بصحيح، قوله ليس بصحيح، فإن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما استقل بالملك حين سلم إليه الحسن ابن علي رضي الله عنهما الإمرة 40. الحسن ابن علي رضي الله عنهما تنازل وبايع معاوية 40 من الهجرة رضي الله عنه، واجتمعت البيعة لمعاوية رضي الله عنه، وسمي ذلك عام الجماعة 40 من الهجرة. ثم استمروا فيها بالشام وغيرها، لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريباً من 90 سنة، لكن لم تزل يدهم، أي يد الأمويين، عن الإمرة بالكلية، بل عن بعض البلاد، إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة في 32 و100. العباسيون استلبوا الإمارة من بني أمية 132، فيكون مجموع مدتهم 92 سنة، وذلك أزيد من 1000 شهر، فإن 1000 شهر عبارة عن 83 سنة و4 أشهر، فمن وفقه الله لقيام ليلة القدر فكأنما عبد الله 83 سنة و4 أشهر، نعمة عظيمة. اللهم وفقنا وبلغنا القيام بليلة القدر، واجعلنا من المقبولين ومن العتقاء من النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال: وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مدتهم، مدة بني أمية، أيام ابن الزبير، وعلى هذا فتقارب ما قاله للصحة في الحساب، والله أعلم. ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق لذم دولة بني أمية، ولو أريد ذلك لم يكن بهذا السياق، فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أيامهم، فإن ليلة القدر شريفة جدا، والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدر،
فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني أمية التي هي مذمومة من مقتضى هذا الحديث؟ وهل هذا إلا كما قال القائل: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ إذا قلت السيف أمضى من العصا ما مدحت السيف، لأن السيف معروف والعصا شيء حقير. وقال آخر: إذا أن تفضلت امرأا ذا براعة على ناقص كان المدح من النقص. إذا ذكرت الفاضل وذكرت بعده ناقص فلا يفيد ذلك إلا النقص. ثم الذي يفهم من ولاية ألف شهر المذكورة في الآية هي أيام بني أمية والسورة مكية، فكيف يحال على ألف شهر هي دولة بني أمية ولا يدل عليها اللفظ، ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها؟ والمنبر إنما صنع بالمدينة، منبر الرسول عليه الصلاة والسلام إنما صنع بالمدينة بعد مدة من الهجرة. فهذا كله مما يدل على ضعف هذا الحديث ونكارته، والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو زرعة، حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا مسلم يعني ابن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلاً من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر، قال: فعجب المسلمون من ذلك. قال: فأنزل الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن العظيم. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر التي لبس ذلك الرجل السلاح في سبيل الله ألف شهر. قال المعلق: ورواه الثعلبي رحمه الله في تفسيره، والواحدي رحمه الله في أسباب النزول، كما في تخريج الكشاف للزيلعي رحمه الله من طريق مسلم ابن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به مرسلا. مجاهد رحمه الله تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن حميد، حدثنا حكام ابن سلم عن المثنى بن الصباح عن مجاهد رحمه الله قال: كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح، ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسي، ففعل ذلك ألف شهر، فأنزل الله هذه الآية: ليلة القدر خير من ألف شهر، قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: أخبرنا يونس، أخبرنا ابن وهب، حدثني مسلمة ابن علي عن علي ابن عروة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله 80 عاما لم يعصوه طرفة عين، فذكر أيوب عليه السلام وزكريا عليه السلام وحزقيل ابن العجوز عليه السلام ويوشع ابن النون عليه السلام. قال: فعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر 80 سنة لم يعصوه طرفة عين، فقد أنزل الله خيرا من ذلك. فقرأ عليه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك. قال: فسر بذلك، أي فرح بذلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، واغفر لنا وارحمنا
وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وليلة القدر تطلب في العشر الأواخر من رمضان في الوتر 21 أو 23 أو 25 أو 27، وهي أرجى ليلة، أو 29. وقال سفيان الثوري رحمه الله: بلغني عن مجاهد رحمه الله: ليلة القدر خير من ألف شهر. قال: عملها صيامها وقيامها خير من ألف شهر. رواه ابن جرير رحمه الله. اللهم وفقنا لذلك. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو زرعة، حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن مجاهد رحمه الله: ليلة القدر خير من ألف شهر، ليس في تلك الشهور ليلة القدر. وهكذا قال قتادة ابن دعامة والشافعي وغيرهما وغير واحد رحمهم الله. وقال عمرو بن قيس الملائي رحمه الله: عمل فيها خير، عمل فيها خير من عمل ألف شهر. وهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر وليس فيها ليلة القدر هو اختيار ابن جرير رحمه الله، وهو الصواب لا ما عداه، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم: رباط ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة فيما سواه من المنازل. الرباط أن تحرس المسلمين في مدخل العدو، تحرس المسلمين من عدوهم. ليلة واحدة خير من ألف ليلة فيما سوى ذلك من المنازل. رواه أحمد رحمه الله. وكما جاء في قاصد الجمعة الذي يأتي لصلاة الجمعة بهيئة حسنة ونية صالحة أنه يكتب له عمل سنة أجر صيامها وقيامها إلى غير ذلك من المعاني المشابهة لذلك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. اللهم وفقنا للصيام والقيام، وتقبل منا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ورواه النسائي رحمه الله من حديث أيوب به. ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة ألف شهر، ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. المسلم الموحد إذا قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم وفقنا واجعلنا منهم يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر عليهم السلام، أي يكثر تنزل الملائكة عليهم السلام في هذه الليلة لكثرة بركتها، الله بارك فيها. والملائكة عليهم السلام يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة، كما يتنزلون عند تلاوة القرآن ويحيطون بحلق الذكر ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيماً له.
عليهم السلام. وأما الروح فقيل المراد به هاهنا جبريل عليه السلام، فيكون من باب عطف الخاص على العام، الملائكة عام والروح خاص. وقيل هم الروح ضرب من الملائكة كما تقدم في سورة النبأ، والله أعلم. وقوله تعالى من كل أمر، قال مجاهد رحمه الله سلام هي من كل أمر. وقال سعيد بن منصور رحمه الله حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن مجاهد رحمهم الله في قوله سلام هي، قال هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى. وقال قتادة رحمه الله وغيره تقضى فيها الأمور وتقدر الآجال والأرزاق، كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. اللهم إنا نسألك من فضلك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، قال سعيد بن منصور رحمه الله حدثنا هشيم عن أبي إسحاق عن الشعبي رحمهم الله في قوله تعالى من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، قال تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الفجر عليهم السلام. وروى ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ من كل أمر من كل امرئ سلام هي حتى مطلع الفجر. وروى البيهقي رحمه الله في كتابه فضائل الأوقات عن علي رضي الله عنه أثراً غريباً في نزول الملائكة عليهم السلام ومرورهم على المصلين ليلة القدر وحصول البركة للمصلين. اللهم وفقنا لذلك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وروى ابن أبي حاتم رحمه الله عن كعب الأحبار رحمه الله أثراً غريباً عجيباً مطولاً جداً في تنزل الملائكة عليهم السلام من سدرة المنتهى صحبة جبريل عليه السلام إلى الأرض ودعائهم للمؤمنين والمؤمنات عليهم السلام. وقال أبو داود الطيالسي رحمه الله حدثنا عمران يعني القطان عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر إنها ليلة 27 ليلة 27 أو 29، وأن الملائكة عليهم السلام تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى عليهم السلام. وقال الأعمش عن المنهال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمهم الله في قوله عز وجل من كل أمر سلام، قال لا يحدث فيها أمر. وقال قتادة وابن زيد رحمهم الله في قوله عز وجل سلام هي، يعني هي خير كلها ليس فيها شر إلى مطلع الفجر. ويؤيد هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر في العشر البواقي، يعني العشر الأواخر، من قامهن ابتغاء حسبتهن فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهي ليلة وتر، وهي ليل وتر 29 أو 27 أو 35، 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو آخر ليلة. اللهم اجعلنا ممن يوافقها ويفوز بالأجر يا رب العالمين بفضلك وكرمك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمارة أي علامة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمرًا ساطعًا ساكنة سجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب يرمى به فيها حتى تصبح، وأن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. اللهم اجعلنا ممن يوافق ليلة القدر ويفوز بالأجر، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وهذا إسناد حسن وفي المتن غرابة وفي بعض ألفاظه نكارة. وقال أبو داود الطيالسي رحمه الله: حدثنا زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة، وتصبح شمس صبيحتها ضعيفة حمراء. وروى ابن أبي عاصم رحمه النبيل بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت ليلة القدر، يعني تعيينها، فأنسيتها أي تعيينها، وهي في العشر الأواخر من لياليها ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة كأن فيها قمرًا لا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها. فصل. اختلف العلماء رحمهم الله هل كانت ليلة القدر في الأمم السالفة أو هي من خصائص هذه الأمة على قولين. قال أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري: حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خيرًا من ألف شهر. الحمد لله. وقد أسند من وجه آخر، وهذا الذي قاله مالك يقتضي تخصيص هذه الأمة بليلة القدر، وقد نقله صاحب العدة أحد أئمة الشافعية من جمهور العلماء رحمهم الله، فالله أعلم. وحكى الخطابي رحمه الله عليه الإجماع، ونقله الرافعي رحمه الله جازما به عن المذهب، والذي دل عليه الحديث أنها كانت في الأمم الماضين كما هي في أمتنا. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد عن عكرمة بن عمار، حدثني أبو زميل سماك الحنفي، حدثني مالك بن مرثد بن عبد الله، حدثني مرثد قال: سألت أبا ذر رضي الله عنه، قلت: كيف سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر؟ قال: أنا كنت أسأل الناس عنها. قلت: يا رسول الله، أخبرني عن ليلة القدر، أفي رمضان هي أم في غيره؟ قال: بل هي في رمضان. قلت: تكون مع الأنبياء عليهم السلام ما كانوا، فإذا قبضوا رفعت، أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: بل هي إلى يوم القيامة. قلت: في أي رمضان هي؟ قال: التمسوها في العشر الأول والعشر الأواخر. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث، ثم اهتبلت غفلته، يعني انتظرت غفلته. قلت: في أي العشرين هي؟ قال: ابتغوها في العشر الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اهتبلت غفلته، أي انتظرت غفلته، فقلت: يا رسول الله، أقسمت عليك
بحقي عليك لما أخبرتني في أي العشر، في أي العشر هي، فغضب علي غضبًا لم يغضب مثله منذ صحبته. قال: وقال التمسوها في السبع الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها. ورواه النسائي رحمه الله عن الفلاس عن يحيى بن سعيد القطان رحمهم الله به، ففيه دلالة على ما ذكرناه، وفيه أنها تكون باقية إلى يوم القيامة في كل سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما زعمه طوائف بعض طوائف الشيعة من رفعها بالكلية. بعض الشيعة يقول رفعت، وهذا قول باطل، فليلة القدر باقية وإنما تطلب في العشر الأواخر. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، واجعلنا من المقبولين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. على ما فهموه من الحديث الذي سنورده بعد من قوله عليه السلام: فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، لأن المراد رفع علم وقتها عينا، لا أنها رفعت بالمرة. وفيه دلالة على أنها ليلة القدر يختص وقوعها بشهر رمضان من بين سائر الشهور، لا كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ومن تابعه من علماء أهل الكوفة من أنها توجد في جميع السنة وترجى في جميع الشهور على السواء. هذا القول غير صحيح، إنما هي في رمضان في العشر الأواخر في الوتر منها. وقد ترجم أبو داود رحمه الله في سننه على هذا فقال: باب بيان أن ليلة القدر في كل رمضان. حدثنا حميد بن زنجوية النسائي، أخبرنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير، حدثني موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن ليلة القدر، فقال: هي في كل رمضان. وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن أبا داود رحمه الله قال: رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق فأوقفاه، أي جعلاه من قول عبد الله بن عمر. وقد حكى عن أبي حنيفة، وقد حكي عن أبي حنيفة رحمه الله رواية أنها ترجى في جميع شهر رمضان، وهو وجه حكاه الغزالي واستغربه الرافعي جدا. تطلب في العشر الأواخر من رمضان في الوتر منها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله: فصل في التحذير من الغيبة. ويجب اجتناب الغيبة، قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أي لا يتناول بعضكم بعضا بظهر الغيب بما يسوه. فيجب علينا أن نحذر الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، في صفحة 87، صفحة 87. ثم ضرب تعالى للغيبة مثلا فقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الله عز وجل ضرب هذا المثل. فالغيبة كما تكره أكل لحم أخيك ميتا، فكذلك الغيبة محرمة، احذرها، لا تذكر أخاك بما يكره. فإن رأيت منه شيء انصحه ولا تذكره بما يكره. وعن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أربى الربا، أي أعظم أنواع الربا، استطالة الرجل في عرض أخيه. أعظم الربا التكلم
في عرض مسلم وفي الحديث الآخر: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. دم المسلم حرام لا يسفك بالباطل، وماله حرام لا يؤخذ بالباطل، والعرض حرام لا ينتهك عرضه ولا يتكلم فيه بغير حق. فعلينا أن نحفظ ألسنتنا عن ذلك وعن كل ما نهى الله ورسوله عنه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر، أي من الذنوب الكبائر، استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق. التكلم في عرض المسلم بغير حق من أعظم أنواع الربا والعياذ بالله. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا، أي أعظم أنواع الربا، الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. فعرض المسلم حرام، لا تنتهك عرض أخيك بالغيبة والنميمة والاستهزاء وغير ذلك. إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله. فإن قيل: ما الغيبة؟ قيل: قد حدها، أي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. الغيبة أن تذكر أخاك المسلم بما يكره. قال أحدهم: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ إن كان ذلك العيب فيه؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. هذا هو الغيبة. وإن لم يكن فيه فقد بهته. إذا لم يكن فيه فهذا بهتان وهو أشد. فإذا رأيت من أخاك شيئاً انصحه، لا تغتبه. أخرجه مسلم رحمه الله. ومن الغيبة التمثيليات للأشخاص والهيئات ومحاكاتهم في اللباس على وجه النقص، على وجه التنقص والاستهتار، كما يفعله المنهمكون في أكل لحوم الغوافل. فتكون الغيبة بالتعريض وبالكناية وبالحركة وبالرمز والإشارة باليد، وكل ما يفهم منه المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام. فقد ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخلت علينا امرأة فلما ولت، أي ذهبت، أومأت بيدي، أي قصيرة، أن أشرت بيدي أن هذه المرأة قصيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: اغتبتها. قولك قصيرة هذا غيبة. وقد روى أبو داود والترمذي رحمهم الله وصححه قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قصيرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. كلمة قصيرة لو خلطت بماء البحر غيرته. فيجب علينا أن نحذر الغيبة، لا نتكلم في عرض المسلم أو المسلمة بالباطل. وأخرج أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ونظر في الباب فإذا قوم يأكلون الجيف، أي يأكلون الميتة. قال: من هؤلاء يا أخي يا جبريل عليه السلام؟ قال: الذين يأكلون لحوم الناس. فالذي يغتاب الناس يأكل الجيفة، وعيدا وعذابا، أسأل الله العافية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أكل برجل مسلم أكلة
فإن الله يطعمه مثلها في جهنم. يعني إذا اغتبت إنسانا عند العدو وأعطاك شيئا سرورا لأنك اغتبت عدوه فالله تعالى يطعمك من جهنم. ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإنه يكسوه مثله في جهنم. إذا اغتبت إنسانا عند عدوه وأعطاك كساء فيكسوك الله من جهنم والعياذ بالله. ومن قام برجل مقام سمعة ورياء يعني قام يغتاب إنسان فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة، رواه أبو داود رحمه الله. فعلينا أن نحذر الغيبة وكل ما نهى الله ورسوله عنه، فالغيبة عادة مرذولة كثيرا ما تقطع الصلة بين الناس وتثير الأحقاد وتشتت الشمل، ثم هي مع ذلك مضيعة للوقت بالاشتغال بما يضر الإنسان ولا ينفعه. ومما تقدم يتبين تحريم الغيبة وخطرها وشرها، فإذا يجب الإنكار على المغتاب ورده. وقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ مسلم ينصر امرأ مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذل عنده مؤمن وهو يقدر على نصره ولم ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق، نسأل الله السلام. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته: لا يعجبنكم من الرجل طفطفته، يعني ضربه برجله على الأرض، ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل. الرجل الذي يكف عن أعراض الناس ويؤدي الأمانة. وقال أيضا: كفى بالمرء عيبا أن يستبين له من الناس ما يخفى عليه من نفسه ويمقت الناس على ما يأتي، يعني يغتاب الناس وينسى عيبه. وقال الحسن رحمه الله: يا ابن آدم، لن تنال حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك، وتبدأ بذلك العيب من نفسك فتصلحه، فما تصلح عيبا إلا ترى عيبا آخر. إذا نظرت إلى عيوبك وأصلحتها ترى عيوبا كثيرة، فيكون شغلك في خاصة نفسك. وقيل لربيع ابن خيثم رحمه الله: ما نراك تعيب أحدا ولا تذم. فقال الربيع بن خيثم رحمه الله: ما أنا على نفسي براض، أنا لست براض عن نفسي، كيف أغتاب الناس؟ ما أنا على نفسي براض فأتفرغ من عيبها إلى غيرها. ولقد أحسن القائل: شر الورى من بعيب الناس مشتغلا، مثل الذباب يراعي موضع العلل. شر الورى أي أخبث الناس من يعيب من بعيب الناس مشتغلا، الذي يغتاب الناس، مثل الذباب يراعي موضع العلل. الذباب يبحث عن الجراحات ويقع فيها، فلا فالمغتاب مثله والعياذ بالله. شر الورى من بعيب الناس مشتغلا، مثل الذباب يراعي موضع العلل. إذا ما ذك وقال آخر: إذا ما ذكرت الناس فاترك عيوبهم، فلا عيب إلا دون ما منك يذكر، فإن عبت قوما بالذي فيك مثله فكيف يعيب العور من هو أعور، وإن عبت قوما بالذي هو فيهم
فذلك عند الله والناس منكر، وبالتالي فخطر اللسان عظيم ليس كغيره من الأعضاء، فإن العين لا تصل إلى غير الألوان والصور، والأذن لا تصل إلى غير الأصوات، واليد لا تصل إلى غير الأجسام، واللسان يجول في كل شيء، وبه يبين الإيمان من الكفر. فخطر اللسان عظيم. وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين. وفي الصحيحين رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. يتكلم بكلمة مما يغضب الله لا يدري ما هي، فيرمى بالنار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فعلى المسلم قبل ما يتكلم أن يفكر، فإن كان خيرا تكلم، وإن كان شرا كف. وأخرج الترمذي رحمه الله ولفظه: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من الشر ما يعلم مبلغها، يكتب الله له بها عليه سخطه إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية. رواه في شرح السنة رحمه الله، ورواه مالك والترمذي وابن ماجة رحمهم الله نحوه. فالغيبة من آفات اللسان ومن الذنوب التي قل من يسلم منها، كالكذب والرياء والربا والمداهنة. وإذا فهمت ما سبق فاعلم أن الذنوب المتعلقة بحقوق العباد لا تمحى إلا أن عفوا عنها أو ردت لهم مظالمهم. الغيبة ظلم، والمظلوم يأخذ حقه إلا أن يعفو عنه صاحبه. وإذا فهمت ما سبق فاعلم أن الذنوب المتعلقة بحقوق العباد لا تمحى إلا أن عفوا عنها أو ردت إليهم مظالمهم. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدواوين عند الله ثلاثة، أي السجلات التي فيها الأعمال ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، دعاء غير الله أو الذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو الخوف، خوف السر من غير الله. فعلينا أن نخلص العبادة لله. اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وأما الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله من صوم يوم تركه أو صلاة، فإنه يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص لا محالة، يؤخذ للمظلوم من الظالم إذا لم يتسامح. رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه رحمهم الله. فظلم العبد نفسه بينه وبين ربه هو أخف الدواوين وأسرعها محوا، فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك. ولا ريب أن الغيبة جناية على أعراض الناس وهم غافلون، فكفارتها
أن يتحلل ممن اغتابه ويطلب منه العفو إن كان لم يعلم ذلك، ويتوب ويتندم ويستغفر لمن اغتابه ويذكره بما فيه من الخصال الحسنة عند من اغتابه عندهم، لعل الله أن يرحمه ويغفر له، إنه غفور رحيم. اللهم اغفر لنا ولكل من له علينا ولكل من له حق علينا يا رب العالمين. وتقدم حديث أنس رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته، تقول: اللهم اغفر لنا وله. واعلم أنه إذا ترتب على الغيبة مصلحة أو درء مفسدة كانت لازمة، وإذا ترتب عليها أمر جائز فجائزة. ويمكن ضبط الأول في 5 أمور أو 6: الأول المظلوم الذي يريد أن يشكو لمن يرفع مظلمته، فله أن يذكر عيب ظالمه الذي يحتاج إليه في بيان حقه، يعني المظلوم يجوز أن يشكي ظالمه. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر لمن يظن أنه لا قدرة على إزالته، فإن له أن يقول: إن فلانا ارتكب كذا وفعل كذا، يعني إنكار المنكر. إذا رأيت إنسانا ارتكب منكرا وأنت لا تقدر على نهيه، تخبر من يقدر على الإنكار عليه. الثالث الاستفتاء عن السؤال، فإنه يجوز للمستفتي أن يقول للمفتي: إن فلان ظلمني في كذا وكذا، فهل يجوز له ذلك مثلا. الرابع التحذير، فيحذر المسلمين من شر من يتصدى للزعامة في أمورهم العامة، أو من يتوقف عليه القضاء في مصالحهم، أو من يتصدى لإفتائهم وتعليمهم كالزعماء في الشؤون الدينية والدنيوية والشهود والمدرسين ونحو ذلك، ممن يشترط فيهم الأمانة والاتصاف بمكارم الأخلاق، فيصح أن يبين ما فيهم من النقائص والعيوب ويرفع بأمرهم ليبعدوا. الخامس أن يتجاهر بفسقه، أن يعلن بمعصيته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، الذين يعلنون بالمعاصي. اللهم ثبِّت محبَّتك في قلوبنا وقوِّها، وارزُقنا القيام بطاعتك، وجنِّبنا ما يُسخِطُك، وأصلِح نياتنا وذرياتنا، وأعِذنا من الشر، وأعِذنا من شر نفوسنا وسيئات أعمالنا، وأعِذنا من عدوِّك، واجعل هوانا تبعًا لما جاء به رسولُك صلى الله عليه وسلم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.